قال السيد محمد معيط وزير المالية أنه ستتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم أول يوليو 2006 وحتى نهاية يونيو 2016، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وتوجيهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية. من الجدير بالذكر أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم، كما يعكس هذا القرار أيضا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.